قومية. ففي شغل في هذا الاتجاه، والبيانات الجمعيات احنا اديناها برضو للرقابة الإدارية بيراجعوها. فالاتجاه ده احنا ماشيين فيه. استمرار ربط قواعد بياناتنا بقواعد بيانات الجمعيات، دول ابتدينا فعلا ال 107 دول اتحدد اساميهم، وتاني يوم نزل لهم ناس من عندنا سواء في برنامج فرصه وبنك ناصر الاجتماعي والاورمان، راحوا لهم تاني يوم علشان يشوفوا ليه ما خدوش. واحنا عرفنا ليه ما خدوش، انه ما كانش تنطبق عليهم شروطنا، وابتدينا نساعدهم باشكال مختلفه. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. معلش، البيانات اللي هي اللي انتوا تحصلتوا عليها ديت، من فضلكم يعني حطوها على مكتبي يا اكرم، ابعتوا لي الاسر ديت على مكتبنا بعد اذنكم. حاضر. شكرا جزيلا.